السلام عليكم، حياكم الله من جديد على قناتكم المتواضعة. قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى منكم الضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء. اليوم عندنا قصة مؤثرة ومحزنة تبتشي الحجر، صارت بسوريا. سلامنا وتحياتنا لأهلنا وإخواننا السوريين في جميع أنحاء العالم. تعالوا وياي نسمع القصة ونقول بسم الله وعلى بركة الله. كان اكو شاب سوري اسمه محمد، طبعا الاسم مستعار حفاظا على خصوصية الرجل. المهم كان يشتغل في احد الدول الخليجية، مهندس ميكانيكي، يعني كانت وظيفته ممتازة جدا، والمعاش اللي ياخذه فعلا راتب جيد جدا، نقدر نقول ممتاز. وأصحاب الشركات كانوا يتمنون محمد يشتغل وياهم، لأن بصراحة كان الرجال شغله نظيف هواية وكان يحب شغله. المهم من بدأت الأحداث بسوريا ب 2011 قرر يرجع لسوريا، لأن كان هو الابن الوحيد لوالديه، والديه كانوا مساكن كبارين بالعمر، فقال لازم ارجع. ايش قد تحكي الجماعه واصدقائه واصحاب الشركه اللي كان يشتغل يمه، قالوا انت مجنون ترجع لسوريا والمشاكل هسه موجوده هناك وتعرف المعارضه، ويعني فهاي الشيء اللي انت تقوله مو منطقي، والناس دا يهربون من سوريا انت بالعكس. فقال هاي الكلام بصراحة ما يدخل بعقلي، لأن أنا ابن الوحيد وعندي والدي هناك وهم كبارين بالعمر وما عندهم أحد غيري، لازم أمشي أشوف شنو اللي صاير، يمكن يحتاجون شيء أو عندهم مشاكل وحدهم. المهم إيش قد حاولوا ويا الولد، الولد قال لا لازم أرجع لسوريا. ما أطول عليكم، كمل شغلاته ودعه أصدقاء أو صاحب الشركة ورجع لسوريا. من رجع لسوريا بقى فترة هناك ويا والديه، أنتوا تعرفون من صارت الأحداث والأوضاع اشتعلت بسوريا، المعارضة، وبعدين صارت الأمور يؤمر يوم سوء. بدأ محمد يعيش حياته هناك إلى 2013. في سنة 2013 قرر محمد يكمل دينه ويكون أسرته ويتزوج واحدة تكون بنت ناس تراعي وتعاون وياه وتساعده في خدمة والديه اللي صاروا كبارين بالعمر. فلقى بنت الحلال، بنت بصراحة محترمة وجميلة وبنت الناس، وحالة ميسان وناس ميسورين، يعني بيها كل الصفات اللي أي راجل يتمناها. المهم صارت القسمة وتزوج. ورا ما تزوج خلاص المرأة كانت تخدم الوالدين وكانوا سعداء ووضعهم مستقر، وانتو تعرفون مثل ما قلنا محمد كان وضع المادي ممتاز. فورا سنتين الله رزقهم بالتوأم، ففرحوا فرح شديد ومحمد كان طاير من الفرحة. أنت تعرفون بهذاك الوقت كانت الأوضاع سيئة جدا، كانوا الدواعش مسيطرين على الصغيرة والكبيرة، وكانت رقة مثل سجن كبير لأهلها. هذاك التنظيم كان يعذب الناس على أبسط الأشياء، الشغلات اللي كانوا يسووها ما كانت تمثل تصرفات المسلمين، فعلا كانوا مثل الوحوش. المهم خلونا نرجع للقصة. كانت رقة بذاك الوقت مركز لتنظيم الدولة اللا إسلامية. المهم من صار عندهم توأم كانت حياتهم جميلة رغم الأوضاع السيئة اللي كانت تمر بها سوريا وبالأخص محافظة الرقة، إلى سنة 2017. في سنة 2017 قررت أمريكا التخلص من تنظيم الدولة، وانتو تعرفون
أصلا هاي كانت مجرد خدعة، خدعوا بيها العرب، كانت خطة أمريكية، ومن خلص شغلهم بالتنظيم قرروا يخلصون منهم. هنا بدأ القصف الأمريكي بشكل عنيف جدا على التنظيم، يعني تصوروا شنوا أكثر من 34,000 غارة جوية على العراق وسوريا، وانقتل بيها أبرياء هواية كانوا مواطنين عاديين ما مسوين شيء وما عندهم أي ذنب. وكل مرة كانوا الأمريكان يعتذرون ويقولون بعض المرات القصف يجي على مناطق مدنية بالغلط وإحنا آسفين على هاي الشيء. بهاي الوقت من بدأ الأمريكان بقصف الرقة لأنها كانت عاصمة أو مركز للتنظيم، لسوء حظ محمد إجا صاروخ وضرب بيدهم، وكانت الضربة بالليل. من قام محمد على صوت الصاروخ وشاف بيتهم مهدوم، رأسا راح حتى يطمئن على أولاده، فلله الحمد لقاهم عايشين وبخير وبصحة وبسلامة. مباشرة راح على الطابق الأرضي اللي كان بي والديه وزوجته همينة، كانت نازلة تشوف وتطمئن على والدين محمد. محمد لقاهم ثلاثتهم ميتين، إنا لله وإنا إليه راجعون. المسكين كانت حال تتقطع القلب، كان يبكي ويصرخ وهو مصدوم من هاي اللي شافه. المهم هذا كله قضاء وقدر، وأجلهم كان مكتوب، يعني والله ينتقم من كل ظالم ومفسد في الأرض. راح محمد دفنهم مع الأهل والأصدقاء، ورجع عاش فترة الوحدة مع أولاده تقريبا 3 أشهر 4 أشهر. قاربه وأصدقائه قالوا له محمد ليش ما تطلع من هنا، أنت بعد ما تقدر تعيش هنا، بصراحة الأوضاع ما تطمن وأولادك محتاجين رعاية وحليب وأكل، وبالقوة الواحد يحصل على حليب وأكل لأولاده. رد محمد وقال لكن مستحيل أن أقدر أطلع من رقة، أنتم تعرفون رقة صارت مثل سجن كبير، وإذا أريد أطلع أكيد جماعة التنظيم راح يقتلوني ويذبحوني همينة، ويقولون أنت خائن طلعت من منطقتنا. وأنت تعرفون هذاك الوقت برقة تقريبا جميع الأبنية اللي كانت قريبة على حدود المناطق الآمنة بها قناصين يقمصون أي واحد يريد يطلع من رقة ويهرب. نقدر نقول جماعة التنظيم كانوا مسوين لجنة إعدامات، أي واحد يريد يطلع أو يهرب من هاي المكان اللي هم مسيطرين عليه كان يقتلوا رأسا بدون أي سؤال. فقال محمد أنا ما أقدر، أول شيء لأن أولادي صغارين تقريبا عمرهم 1.5 سنة وأنا لوحدي صعب علي، وثاني شيء راح يبكون بالطريق إذا أطلع بالليل ويكتشفون الجماعة 100% راح يقنصوني ويقتلونا. وهنا أحد أقاربه قال بكاء الأولاد مو مشكلة محمد، تقدر تعطيهم منوم وراح ينامون 12 ساعة أقل شيء، مثل ما يسوون الأهالي اللي عندهم أولاد يطلعون بنفس الطريقة. انت همينا سوي نفس الشيء. فدخلت الفكرة برأس محمد فقال لقرايبه تقدر تجيب لي هاي المنوم. بعد مرور أيام قليلة جاب له قرايبه المنوم وصار يخطط شلون يطلع هو وأولاده من رقة. جهز نفسه، حط الشغلات الأساسية اللي يحتاجها وبعض الشغلات البسيطة مثل المي والحليب. اليوم اللي ورا أعطى الأولاد المنوم وتوكل على الله حتى يطلع وقت الغروب. المشكلة المسافة كانت طويلة بين رقة والمناطق الآمنة، تقريبا يعني بين 17 و20 كيلومتر، وكل رقة كانت تحت رقابة كاملة من التنظيم. فمحمد
كان عارف هاي الشي، حاسب حسابه. المهم ما أطول عليكم، بعد ما أعطى النوم لأولاده وناموا، خلى واحد بظهره والثاني على صدره، وبدأ يمشي ويمشي بين البيوت والعمارات المنهدمة والشوارع التعبانة، وهو خايف ومتردد وعنده نوع من الهستيريا والخوف الشديد على أولاده. راح 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 إلى أن وصل إلى منطقة قريبة على المنطقة الحدودية حتى يطلع من رقة بدون مشكلة. وهنا شاف واحد من القناصين المجرمين اللي كان قاعد بأحد البنايات عن طريق الناظور الليلي. فبدأ هذا المجرم القناص يطلق النار على محمد. أول طلقة مرت بسلام، ثاني طلقة اجت بنص ظهر الولد المسكين الصغير اللي كان محمد على ظهر أبوه. محمد كمل المشي ولكن صار يحس بسخونة بجسمه، والدم اجى على ملابسه وملابس ابنه اللي كان رابطه على صدره. هنا محمد ما كان يعرف منو اللي انصاب بالطلقة، هو أو واحد من أولاده. هنا لقى مكان بين البيوت المهدومة يتخبى بيه حتى يطمئن على أولاده. نزل أطفاله وبدأ يدور بجسمهم، ولقى إنه ابنه اللي كان مربوط على ظهره مصاب بطلقة بنص ظهره. كانت الطلقة واقفة بنص القفص الصدري. الله ياخذ فيهم الحق هذول المجرمين. هذا الطفل المسكين انقتل وهو كان نايم. الله يجعله طير من طيور الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بصراحة شي يوجع القلب. المهم محمد صار يبكي ويطلب من الله يعطيه الصبر. فكان يبكي ويقول يا الله أعطيني الصبر، يا الله أعطيني الصبر. كان يبكي ويبكي ومسكين يعني حالته كان يرثى لها. بعد ما هدى شوية والله أعطاه الصبر والعزيمة، قرر يدفن ابنه الطفل الشهيد حتى ما تاكل الكلاب الضالة والجوعانة إلى ما تهدأ الأمور، ويرجع لمحافظة الرقة ويطلع ابنه ويدفنه بمقبرة حسب الأصول. هنا بدأ محمد يحفر ويحفر بإيد، طبعا بإيده ما كان عنده أي شيء، ويحفر بإيده ويحفر بإيده، هو يبكي من طرف ومن طرف خايف على ابن الثاني اللي باقي حي، ويبكي ويحفر يعني تقريبا شيء ساعتين هو يحفر. ورا ما كمل الحفر وهو تحت الضغط والخوف والحزن، رأسا بسرعة دفن الطفل وحط عليه التراب والرمل وهاي شيء. شاف المنطقة وسوى علامة حتى يتذكر إذا مرة ثانية يرجع الأوضاع يصير أحسن، حتى يعرف وين دفن ابنه الصغير. دفن الطفل وأخذ الطفل الثاني وهرب، وبدأ يركض ويركض وهو يبكي، يركض وهو يبكي إلى ما قدر يطلع من رقة والمناطق المحرمة اللي كانت بين النظام السوري ونظام الدولة اللاإسلامية. بعد ما انهدم حيله وتعب تعب شديد لا يوصف، وصل مكان آمن. شافوه أهالي المنطقة وإجوا عليه حتى يساعدوه. كانت ملابسه وملابس طفله المربوط على صدره مليانة دم، فراحوا أعطوه مي وسألوه أنت منين؟ قال أني محمد، اسمي فلان ابن فلان من رقة، وصار هيشي وابني شو اسمه الثاني انقتل ودفنته وهاي شي. هنا الناس شافوا هذا الطفل ما يتحرك، قالوا بس أنت شايل طفل هذا ميت مسكين. قال لا لا هذا ما ميت، هذا مو ميت، هذا أنا أعطيته شو اسمه أعطيته منوم
حتى يسكت بالطريق وأقدر نطلع من رقة. وهاي الدم اللي على جسمه دم أخوه اللي انقتل، أنا يمي أنا جسمي شوفه كله دم، والدم إجى عليه وعلى أخوه شو اسمه اللي هسه أنتوا تشوفوه. هنا الناس شافوا هذا ما يتحرك، قالوا محمد ابنك هذا ميت. هنا شوية من ارتاح، قال شلون مستحيل هذا نايم. فمن أخذ الطفل مرة ثانية من عند اللي كانوا هناك ساعدوه، وقلب الولد على بطنه، ويا الله هنا يجي المصيبة والكارثة. يشوف هو كان دافن الحي وجايب الميت وياه، هنا بدأ يبكي ويضرب نفسه ومثل المجنون. فرأسا خلى هذا الميت بيد هذول الناس، الطفل الميت بيد هذول الناس اللي كانوا هناك يساعدوا، وبدأ يركض مرة ثانية والمسافة بعيدة، بدأ يركض مثل المجنون والناس كانوا يركضون وراه. أوقف محمد أوقف راح يقتلوك، ما كان يسمع أي شيء، صار مسكين بس يبكي ويركض 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 ويركض. النظام من طرف يضربه بش اسمه يعني يطلق عليه الرصاص، ودخل المناطق المحرمة اللي كان قريب على رقة، والدواعش بدوا همي أنا يضربوا بالرصاص. المهم رب العالمين نجا إلى ما دخل رقة مرة ثانية، وكان منهك القوة مسكين، وبدأ يدور 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 إلى ما لقى الحفرة اللي دفن بيها ابن المسكين اللي كان حي. فبدأ يحفر 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 يحفر، يقول يعني أقل شيء أشوف بلكي أنقذ الثاني مسكين هذا، يعني شنو هذا اللي سويته؟ المشكلة يعني من هو كان تحت الضغط وحزين وحالته حالة، مسكين بالغلط جاب الحي ودفنه، حيث هم كانوا توأم فشكلهم نفس الشكل، وكان جسمهم مليان دم. فبدأ يحفر ويحفر، ومن شال الطفل صار يفحصه ويحركه. هنا كانت الصدمة، كان الطفل المسكين مخنوق وميت بسبب التراب اللي دخل بأنفه وفمه، وما كان الأكسجين يوصل له. المهم محمد المسكين صار يصرخ ويبكي ويضرب نفسه ويبكي ويبكي ويصيح إلى ما فقد وعيه. ومن هذاك الوقت لحد اليوم محمد عايش برقة وفاقد عقله وذاكرته 100%، وأكثر أهل رقة يعرفون قصته أو يعرفون قصة محمد الحزينة اللي فعلا تبتش الحجر. بصراحة هاي القصة حزينة جدا، واني كنت متردد أقولها، ولكن ما أبيدنا شيء غير نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين اللي كانوا سبب في قتل آلاف الأبرياء. ولهنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في فيديو جديد وقصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.